السلام عليكم لي زامي، اصدقائي، صديقاتي، حبيبي حبيباتي وعزيزي عزيزاتي. مرحبا بكم معايا في الجزء 13 من الحلقة تعلم البيانو بالدارجة. هذه الحلقة غادي نطيروا البلوز، ولكن كيفاش؟ غنطيروها بالجاز، حيت من بعد البلوز جا جاز. ولكن كيفاش جاو لي جاز مان وبدلوا هاد البلوز رجعوه جاز؟ وللجاز زعما هو راه صعيب بزاف. ما صعيب والو، كل شيء ساهل. اليوم غادي تكتشفوا معايا الطريقه ديال تلعب الجاز. يلا معايا تتسويت. تعرفوا انا ديما كنعطيكم الدروس في الدو، ولكن نتوما راه خص هادشي كاع اللي كنوريه لكم خصكم تعرفوه في كل شيء، في الدو، في الري، في المي، في الفا، في الصول، وفي لا، وفي سي. هادشي ما يحيدش الطبيب. دونك باش تفهم لاكور دو والدو سيتيام و الدو ماجور ست و الدو ستيام نف و الدو ماجور ست نف، هي فيها القضية ديال شوية الحسابات ولكن بزاف ديال الذكاء. أنا غنوريكم مثلا الدو كتعرفوها اللي فيها ثلاثة ديال لي نوط، كاين لا فوندامونتال دو، لا تيرس مي، لا كانت سول. دو ستيام كيبقاو هاد لي تروا نوط هما غير كنحسبو ثلاثة ديال النوطات أباغتيغ من لا كانت صول، واحد جوج ثلاثة كتولي دو ستيام. دو ماجور ست كنحسبو أربعة ديال النوطات أباغتيغ من لا كانت اللي هي الصول، واحد جوج ثلاثة أربعة كتعطينا دو ماجور سات اللي كتكتب ام ماجوسكول سات. واخا دو ستيام نف هي اللي كتعطيك ستيام وكتزيد على النف. شناهي النف؟ هي واحد جوج ثلاثة ربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود، هي الري. دونك دو ستيام زائد ري نفيام، كنلعبوها هنا. وبيان سور لا مان غوش كتلعب لا فوندامونتال اللي هي دو. هاد لاكور كيتسمى دو ستيام نف. Alors, دو ماجور ست نف اللي قلنا ماجور ست هي هادي، القضية واضحة. Alors, دو لا تيرس كتهبط في أدومي طون كتولي مينور، هذا هو دو مينور. دومينور سات كنحسبو لا ميم شوز، ثلاثة نوطات من بعد الصول، واحد جوج ثلاثة. الدو ماجور سات هو قلنا هو هذا، ولكن غتولي مينور، خصها تكون مينور. هذا دومينور ماجور سات. راه كيما قلت لكم ملي كنقول لكم هاد السي اللي هي ماجور سات راه ما كتعنيش بان هي ماجور، هي اللي كتكون ماجور سات اللي قلت لكم كتكتب ام ماجوسكول سبعة. اوكي دو مينور سات نف. الوغ دو مينور سات، دو مينور
ميلور نف هي الريت اش كديرو كنحيدو لا فوندامونتال دو وكنلعبوها هنايا هذا لاكور دو مينور 7 9 دو مينور ماجور 7 الوغ دو مينور 7 هي هادي 7 ايام غنهبطوها لتحت هذا لاكور دو مينور ماجور 7 9 كيما قلت لكم هادشي علاش ما عنديش انا مع القرايه ديال الموسيقى كيكثروا عليا بديك الماجور 7 9 دو ماجور 13 14 يام 7 يام وايت بزال دونك هادشي علاش خصكم ولا بدا تعرفوا في الاول ولكن من بعد ما غاديش تبقاو تعرفوا السميات غتبقاو تلعبوا بلا هواكم هادشي اللي وريتكم دابا راه ما خصكش كنت تعرفهم غير في الضو راسك تعرف الضو وفي الري وفي المي وفي الفا سال لا والسي انا باش ما نطولش عليكم الفيديوهات ما بغيتش نبقى نعطيكم هادشي كلشي ونعطيه لكم في الري ونعطيه لكم غادي نطول عليكم بزاف داكشي علاش بغيت نخليكم نتوما تقلبوا على لي نوت وتجتهدوا وانا غنكمل لكم الدرس تاع اليوم كيفاش جازمان هرفوا على البلوز وبتلوه كله أول حاجة الريتم تاع البلوز سمعوا كيفاش دير ألوغ فاش طوروه لي جازمان رجعوه سوينغ سمعوا كيفاش ولا شنو لاحظتوا معايا بان البلوز كان عامر بلا باتري كتر ما تخبط خبط 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 اش داروا داروا سوينغ خفيف وسموه جاز غادي نعطيكم ان اكزامبل في اوتوبليس غبدوا بهذا الطرف الاولادي الكوشية غادا تلعب ليزاكور وهما ساهلين لاحظوا معايا ري مينور 7 سول 7 دو ماجور 7 فا ماجور 7 سي مينور 7 مي 7 لا مينور 7 دونك كيما قلت لكم خاص البيانيست ما يبقاش يمشي ويجي بيدي يرزي راسو واحد شويه الوغ غادي نبدل لكم لي بوزيسيون ري مينور 7 سول 7 ما غنلعبوهاش هنا غادي نحيدو الفا الري وغادي نلعبو الري هنا اش كاين مورا كي دو ماجور 7 دو ماجور 7 غنلعبوها هنايا موراها فا ماجور 7 غنحيدو البي والدو غنخليو هادي وغنلعبوها هنايا موراها اشنو كاين سي مينور 7 من بعد كينا المي 7 ايام
الوغ عندنا الري هنا، هاي هنا سي هنا، هاي هنا اشنو خصنا؟ خصنا سول دياز، هاي غنلعبوها الفوق، هاي هنا الوغ مورا المي غتبقى لينا لا مينور سات. لا مينور سات فيها لا دو المي والصال، غادي نهبطو الصال هاي والمي هاي والدو. هاي لا مينور سات، ولكن خاصنا لا. هادي قلت لكم واحد الحلقة خصنا نلعبوها فوندامونتال في لاباس. دابا غادي نديرو التيمبو في 116 وغادي نلعبو هاد لي زاكور اللي لعبنا دابا. 1 2 3 4 1. فوالا سيداتي وسادتي، هاد الحلقة انتهت مع أوتوم ليفز، وكيما لاحظتو بديتو معايا بشوية بشوية لي غام، شوية لي زاكور، شوية لي ساتيام، عاوتاني أرانا الماجور سات وسير مع النافيام. دابا راكم داخلين معايا في الجاز. نعم سيدي، الحلقة الجاية إن شاء الله غادي نعطيكم الكمالة ديال أوتوم ليفز، ومن بعد غادي نعطيكم كيفاش تلعبوا أوتوم ليفز بلي زاكور نافيام، ومن بعد غادي نعطيكم كيفاش امبروفيزيو في هاد الأغنية هادي بشكل جاز وساهل مال. فوالا، كنتمناكم تعجبكم هاد الحلقة، وما تنساوش ليا لي سبسكرايب، وما تنساوش ليا دي لايك، وديروا شي كومونتير، ولا كتبوا ليا غير الله يرحم بها الوالدين. وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله.